زوار مساء جهة الكرام، الموقع الإلكتروني مساء جهة يواكب فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس. بالأمس جرت مراسم تتويج المديرية الإقليمية للفلاحة لمدينتي الرباط لولاية الرباط والصلاة في شخص مديرها الأستاذ مصطفى الطاهري. نعم سيد المدير، بالأمس تم تسليمكم شهادة الاعتماد من طرف السيد وزير الفلاحة السي عزيز أخنوش بحضور السيد المدراء المركزيين والسيد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الرباط صلاة القنيطرة. في عجالة لو تطلع القارئ الكريم عن الأهداف أو هذه الشهادة الجديدة التي تم تسليمكم إياها. شكرا مساء الجهة على هذا اللقاء. كما كتعرفوا الوزارة الفلاحة تبنات تحسين الخدمة يعني للمرتفقين، وكما كتعرفوا المرتفقين ديالنا هما الفلاح بالأساس، والفلاح هو واحد الزبون اللي عنده واحد الخصوصية، لأن الفلاح فاش كيجي قصد المديرية كيجي من بعيد، يعني كيجي مثلا بالنسبة للمدير الإقليمي للفلاحة برباط صلاة كيجينا من سيدي حيا زعير، كيجي من السهول، كيجي من الصباح، ولهذا فاش كيجي الفلاح يعني في إطار هاد الشهادة، يعني في إطار هاد النظام اللي هو احنا تبنينا هاد النظام إدارة الجودة، يعني في إطار هاد النظام هذا أو هاد الاجتهاد شهادة الاعتماد، يعني المبتغى ديالها أو الهدف الأسمى من هاد الشيء كامل هو إرضاء الزبون اللي هو الفلاح ديالنا. يعني الفلاح ديالنا مين كيجي من بعيد يعني واحد الخدمة خصو يلقى حسن استقبال، خصو يلقى أذان صاغية اللي تسمع له المشاكل ديالو وتزودوا بالمعلومات، وكذلك كيكون واحد الخدمه اللي هي اوليه، يعني السيد كيحط الملف ديالو، هذه الخدمه الاوليه خصها تدار في ظروف جيده وفي اقل وقت ممكن، يعني السيد ياخذ الرشوه ديالو، لان من بعد الملف كيمشي مصالح تقنيه، وفي اطار هذا النظام هذا اللي قلنا اداره الجوده، يعني هذيك الملفات كتكون متبوعه لان خصها تتعالج في الاجل اللي هي محدده وباعلى دقه. كما قلت استاذ، يعني هذا نظام اداره الجوده وباش يكون عنده ان كاش، يعني باش يكون معترف به، يعني خص يكون وفق واحد المواصفه الدوليه، لان كاين مواصفات كثيره. احنا هذا النظام ديالنا درناه وفق مواصفات ايزو 9001 نسخه 2015. كما كتعرفوا عندنا واحد جوج مديريات وزاره اللي هما كانوا بالنسخه 2008، ولكن الحمد لله هذه النسخه هذه ديال 2015 فيها شي اضافه جديده اللي هي مثلا مقاربه المخاطر، كان مقاربه العمليات، يعني ما معناه مقاربه المخاطر، يعني في كل مرحله يعني الموظفين خصهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه المخاطر باش ما نضيعوش الوقت للفلاح، لان كما قلت لكم الفلاح كيجي بعيد كيسمح في الاشغال ديالو في الحرث ديالو في الزريعه، فمثلا الا كانت العمليه تاع الزونغري كانت عمليه ديال كذا كانت عمليه ديال السقي، يعني كيسمح في واحد الخدمات ديالو كيجي، يعني خصو يجي يقضي الغرض ديالو في اقرب وقت ويكون حسن الاستقبال ويمشي راضي على الخدمه. هذا هو يعني الهدف، هو الرضا ديال الزبناء. شريطات يعني باش نجاوبوا على واحد المتطلبات ديال هذه المواصفه اللي قلت الدوليه، وكذلك الشريطات ان نحترموا كل النصوص والقوانين اللي هي جاريه بها العمل. كما كتعرفوا احنا في اطار هذا منحه الدعم ديال اللي هو كيتعطى في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، يعني كان واحد ازدواج يعني انستركسيون، كان واحد انستركسيون لي كونجوانت تعليمات ازدواجيه ما بين وزاره الماليه والفلاحه اللي كتعطى في اطارها هاد المنح. نعم اكيد سيد المدير بانه هذا الاعتماد او شهاده الاعتماد جاءت بعد اعتمادكم لمنهجيه جديده وهي ديال الجوده. اذا في عجاله لو تقرب الفلاح من هذا من الاهداف ديال هاد قلنا الهدف الاسمى هو الرضا ديال الزبناء اللي هو خص الفلاح، يعني خص الفلاح يمشي راضي
على الخدمه اللي تقدمت له هنا في المديريه. كما قلت لكم دابا خصو يكون حسن استقبال، خصو يسمعوا له المشاكل ديالو، خصو يزودوه بالمعلومات. باش نجاوب على هذا استاذ، يعني وضعنا واحد كما كتفهمتي واحد الورقه اللي كتسمى هي سياسه الجوده. هذه السياسه الجوده هي فيها هي راه معلقه هنا في الباب ديال الاداره، فيها الاهداف ديال هذا النظام هذا او هذه المواصفه. وكذلك يعني انا كنتعهد كمدير هذه المؤسسه باش نوفر كاع المسائل الماديه والمعنويه باش ان شاء الله نوصلوا لهاد الاهداف اللي كذا. وهذه السياسه هي راه تشاركت مع الموظفين، يعني كلهم الموظفين هما سونسيبيز، يعني تحسيس قمنا بتحسيس ديالهم بهاد السياسات الجوده هذه، وكلهم عارفين دابا هاد السياسه. وقلنا الحمد لله كنشتغلوا في نفس